أخبار اليوم. الحالات اللي احنا كنا بنشوفه من مرضى الثلاثيميا ومرضى الهيموفيليا، وانا كان بيصعب عليا جدا ان انا اشوف طفل قدامي، وشفت نماذج كتيره من خلال واحد من الناس لاطفال بتموت عشان مش لاقيه كيس دم. وعايز اقول لكم ان المرض ده مش قليل في مصر، يعني مرضى الثلاثيميا والهيموفيليا كثر، واحنا يمكن في واحد من الناس بنحاول بشكل اسبوعي ثابت ان احنا نوفر لهم العلاج، لكن تكلفة العلاج حتى فيما يخص مرضى الهيموفيليا مرتفعة للغاية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اكيد في الاول حياة كل الناس اللي موجودين هنا، وممكن انا مش هضيف كتير على الكلام اللي قاله الدكتور عمرو. يمكن قال طبعا احنا من وقت طويل قوي كنا موجودين كسفراء قدام المنتظر اكثر من 8-9 سنين. الحمد لله يمكن ربنا أكرمنا وعملنا حاجات كتير إيجابية، وحسينا الناس بشكل كبير إن هي تعرف قيمة الطبائع والطبائع قدام المنتظر. يمكن أنا كمان استفدت حاجات كتير أوي لما عرفت قد إيه إن بني آدم كمان هو بيستفيد شخصيا لما بيتبايع بدمه، لأن بيجدد الخلايا عنده. شيء مهم جدا من حين الآخر إن الشخص العادي إن هو يضيع دمه عشان الخلايا في جسمه أو جسمه بيحصل فيه نشاط للدم. طبعاً أنا أتشرف إن أنا أنضم لحملة جديدة للتبرع بالدم، وسعيد جداً جداً إن أنا أكون موجود في أي حاجة تهدف فعلاً لخير، وتهدف إن هي تساعد أهلنا وإخواتنا، ولأن يمكن زي ما قال الدكتور إن النهاردة ممكن فينا أي حد معارض إن هو يحتاج للدم. وأعتقد إن أضيف كمان جزئية بالنسبة للأمراض اللي ذكرها الدكتور عمرو، إن هي بالنسبة للأولاد الصغيرين دي هي مسألة حياة زي المية، لأن يمكن أنا حتى في وقت إن الأطفال دول اللي هم بيبقى عندهم الأمراض دي بيبقوا الدم بالنسبة لهم هو الحياة بالنسبة لهم، لأن لازم ياخدوا الدم ده يوميا. فإحنا النهاردة دورنا إن إحنا نحس الناس، نحس الشعب المصري بطيبته وجدعنته، واللي
احنا متعودين عليها. الموضوع مش مساله ان احنا نجمع اكبر عدد ان هو يتضيع بالدم وبس، لا، مساله هي مساله تبقى دي نبعه من جواه. لما بعمل حاجه زي كده ان هي دي ربنا سبحانه وتعالى اللي هي ست حاجه بالاخر المتصدق زي كده. اعتقد ان الخير مفيش افضل منه. ودور الاعلام زي ما قال طبعا من خلال الدكتور عمرو، من خلال الاعلام الايجابي، لان احنا طبعا الفتره الاخيره كلنا طبعا اكيد حاسين بالدور الغير ايجابي، ولكن فرصه للاعلام المصري كله النهارده ان فعلا يكون عنده ايجابيه في حاجه فيها خير، في حاجه تفيد كل الشعب المصري كله بالكامل، ان يخصص وقت، يخصص وقت ايجابي للدعوه، ويحس الناس على قد ايه اهميه ان الناس تكون في انتظام بالنسبه لها، وان الناس تتواجد واحنا معاكم اي حاجه انتوا عايزينها، سواء انديه، سواء ننزل جامعات، سواء نكون، لان احنا قمنا بالدور ده قبل كده ومستعدين ان احنا نعمل ده. الشركات اللي موجوده، سواء طبعا كل الشركات الكبيره اللي موجوده، كل شركه بيبقى عندها العاملين اللي فيها ارقام كبيره جدا جدا، ان احنا نقدر نحقق ده. سواء الموضوع محتاج تكاتف، واعتقد ان اي حاجه فيها خير الناس بتتكاتف فيها، فكلنا بيكمل على خير، واحنا معاكم في اي حاجه انتوا محتاجينها وتحت امركم، وان شاء الله باذن الله، لان الشعب المصري هو شعب أصيل، شعب لما بيحس بالمواقف الصعبة يتواجد، إن شاء الله بإذن الله توصلوا لرقم وأكثر من رقم في مشاريعنا إن شاء الله.